بعد 6 سنين من حكم وولاية الرئيس عون بتقول ليتها لم تكن. لا بالعكس، قلت لك هلا قلت لي لو بترجع لورا بتقول ما بنتخب بنفس الظروف بنفس النظام، ما تغير النظام، ما تغيرت المنظومة اللي بتسموها. هيدي المرحلة هاو 6 سنين لازم يمرق فيهم، ممر إلزامي. هذه التجربة مفيدة جدا لا يعني التعويل عليها مشان إصلاح النظام، إصلاح عدة أمور، تجربة جيدة. منيح اللي وصل لست سنين ليبين انه مش حلم الرئاسة، تيشوف وين العرقلات وكيف عم تندار غلط. هل سحقه العالم للعماد ميشيل عون من ضمن الاسئله يعني اللي طرحت؟ لا عم بسأل، هل سحقه العالم اليوم بولاية الرئاسية؟ ما قدر، بعد رجع بالاخر هذا العالم اذا بدك العالم الحر من امريكا واوروبا، كمان لقطوا التليفون وتلفنوا له وقالوا له مبروك على الترسيم. اصراره وعناده ويعني متابعته للموضوع بالشكل الصحيح وصل انه رئيس الولايات المتحده يتلفن لرئيس لبنان ويهني على هذا الاتفاق اللي يبدو انه سيكون يفتح مرحله كثير مشرقه للبنان. هل فاز الجنرال بالرئاسه وخسر الجمهوريه؟ لا، فاز بالرئاسه والجمهوريه خسرت نفسها. هي جمهورية فيها مشكلة، هذا منه بلد هيك، منا إدارة بلد يعني، وني الدولة؟ ما في دولة. بكل القطاعات مكرمجة، بالقضاء، بالمالية، بكتير أمور. هل الجمهورية أخذ خسرت نفسها؟ هل أخذ النظام توقيعه؟ أي نظام؟ نظام اللبناني الطائف، النظام القائم، بدنا نكون واقعيين، هل أخذ هذا النظام توقيعه؟ ما بعتقد. على طول العماد عون يعني بيرجع لتذكير بأنه واجب تصحيح هذا الدستور. بس حين وقع كان يوقع على وين وقع؟ على كل شيء. بشو؟ من تعيين حاكم مصرف لبنان اليوم بيقول كانت خطيئة أو خطأ أو زرو، بس وقع من كل شيء، كل شيء، كل شيء، تشكيلات التعيينات، ما فيك تهزم كل الحكومات اللي مرقت. هو طيب هيدي الحكومات في اللي مجلس مرقت وزراء عينه، مرقت بتوقيع في من مجلس وزراء عينه. لا لحظة، هلا ما بدنا أنا ما عم بقول بدنا ننسى، عم بقول هذا النظام اللي من 90 ضده كان الرئيس عون أخذ توقيعه اليوم، هل أخذه؟ إذا لا من داخله لا، وأنا شكليا قصدك أخذه؟ ما منه يعني هلا بقول الطائف ولم يطبق، وفي أمور جيدة فيه وفي أمور عاطلة فيه، سيئة فيه، طبق السيء ولم يطبق الجيد. يعني في مثل ما بقولوا نيانس بهذه القصة، ما فيك تاخذ يا إيه يا لا الطائف. هل انتصرت الواقعية على الشعارات؟ يعني بذكر وقت انتخاب الرئيس عون كنتوا أنتم معتبرين المجلس ممدد له، طعنين فيه، وانتخبوا المجلس النيابي المطعون به بوقتها، هاي الواقعية كانت. اليوم بتقول انتصرت الواقعية على الشعارات بكل هيدي المرحلة، يعني هيك إذا بتعمل فلاش باك شو كانت الشعارات وشو كان الواقع؟ لا، ولا وقت اللي بتكون الشعارات واقعية ما بتنتصر الواقعية. شعاراتكم واقعية يعني؟ إذا الشعارات واقعية، وقت اللي بتقولي أنت أنا بدي دولة سيدة وتسعي لحماية هذه الدولة وبتنجحي، هذا منه شعار. نحن هلا دولة واقع. شو سيدة؟ دولة سيدة أكيد. بشو؟ بكل اللي صار بموضوع التحرير من إسرائيل، تحرير من الإرهاب. سياسة حكمت سيدة، قرار السياسي سيد البلد؟ لا للبعض، انتبهي، في ناس للبعض. أنا للكل؟ لا 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 مش للكل، هاي مشكلة. سياسة حكمت رحتوا على الدوحة انتخبتوا الرئيس ميشيل سليمان، ما بقى تقلي سيدة ومش سيدة، يعني ما بدي ارجع كثير كمان بالتاريخ. شو سيدة؟ حضرتك عم بتقول ما كان بدك تعطي ثقة للرئيس نجيب ميقاتي، اجى قال لك رئيس تيارك بدنا نعطيه ثقة قولته يعني الدولة ما عندها سيادة؟ مين بيعمل سيادة للدول؟ مش الأشخاص اللي مثل حضراتكم اللي بتكونوا بالسلطة؟ طولي بالك، سيادة إلى مفهوم هو عدم التدخل بالسياسة الداخلية، وكمان بكل اشكال التدخل عسكري وسياسي وسياسه. انا عم بسال عن السياسه، ما عم بحكي عسكري. في كثير من اللبنانيين بيتاثروا بالخارج وهي مشكلتنا، وفي اللبنانيين وميشيل عون بيناتهم وعلى راسهم
ما بيتأثر بالخارج اخيرا، بس ما بي يعني ما بي يعني في ما فيك تقاف بوجه الخارج، الخارج عم يطلب شيء منيح لإلك مثلا الترسيم. طيب هيدا تعاطي مع الخارج بينتقص من السيادة؟ غلط، لا هيدا مفيد للبلد ويعد ويعزز السيادة. اخيرا كنت من المستقبلين للعماد مشلعون ببعبدة وبالقصر الرئاسي وعلى طريق القصر، هل سيكون حكمة ديب من المودعين غدا على طريق القصر؟ أو من المستقبلين في الرابية؟ أو من المستقبلين في الرابية؟ خلينا على التاني. رح تطلع تستقبل العماد مشلعون بالرابية؟ ليش لا؟ أنا ما عم بقول لك هلا ناطر ومناطرة حتى نشوف ناخذ رأيه وشو مشاريع التيار للمستقبل، كيف كيف بدنا نغير ببرنامج التيار اذا في قدره على يعني حضرتك مش من الناس اللي طلعوا من التيار، يعني مش انا طلعت من التيار بس ما طلعت من حاله الحاله، يعني اللي هي العونيه حالتنا طلعت تنظيميا طلعت من التيار، بس سياسيا وفكريا مع العماد ما زلت مع العماد عون، وبرجع بقول لك انه هيدي المحطه اللي ادمين عليها هلا كثير مفيده للبلد ولنا كلنا. يعني بده في تصحيح لازم يصير، في يعني مثل ما بقولوا قلب الطاوله بده يصير، وبحذر انا ما بتصير عبر المعارضه ولا بتصير عبر دخول الى السلطه، في شيء في نضال جديد بده يبلش. بعد عندك هذا النفس استاذ اكيد تعمل نضال مجددا داخل طالما هذا التيار وهيدي الحاله، البلد اللي بتحبيه ما فيك تستغني عنه، وانه انا دائما اولادي بيقولوا لي ليك هون الغلط ليك هون وكيف ليك شو بس كيف بدك ترجع تعمل نضال من قلب المكان اللي طلعت منه طلعوك منه؟ كيف صديقهم كون صديقهم وصائد لصديق العماد عون و ملتزم بما يقرره العماد عون. بس ما هو مفروض العماد عون يقرر ولا الوزير ولا رئيس التيار جبران باسيل هوني المرحلة المقبلة؟ هوني هلأ يعني يعني كمان في شيء جديد عون هو ما طلع قال الرئيس يعني انه انا طالع على الرابية وبدي اسهر على يعني حسن ادارة التيار وعلى ايضا نرجع نشوف الأمن، وكمان ادعو الى اعادة النظر باللي انطردوا، هو لازم يرجعوا ينفتح باب لقانون مصالحة. أكيد أكيد أنا سمعت إنه في شيء من هالنوع إن شاء الله يصير مصالحة مع كل مع الأكس عوديين المطرودين بالتيار مع الأكس. مين تعتبر هيك مؤسف كمان إنه خرج معك بالتيار بالمرحلة الماضية؟ مين اللي كنت بتشوفه نبض يعني بالتيار وخسره؟ اكيد زياد اسود يعني كان زياد أسود. حبيب قلبي ايه، وشخص مناضل ويعني ما لازم ينخسر هيدا، والقدرة على الاستيعاب من قبل الجنرال عون قدرة فائقة يعني القوة، لازم يرجع يجيبهم. تحكي له زياد اسود؟ اكيد ايه. بكره ممكن يطلع معك على الرابية؟ بكره زياد ما بعرف، لازم يطلع لازم يطلع لازم يطلع.